وليش ما اجيتوا دغري لعندي على الحارة خبرتوني؟ لقينا شغلته ناكتة يا اخي، بعدين احنا ما قصرنا فيه. لك شلون شغلته ناكتة لك اخي؟ هذا ابو ناجي ما بتطلع كلمة من تمه، الا حاسب الف حساب ليش عم بيقولها. طيب معلم هلا شو بدنا نسوي؟ ما كان لازم تردوا عليه، كان لازم تتركوا لي اياه، لاني انا بس الوحيد اللي بعرف دباره. مرحبا سيد ناجي. اهلين دبور، خير؟ اول باشتان، انا اسمي خطاب. تاني باشتان؟ تاني باشتان قل له لابوك هي الفوته اللي فاتت على القهوه، لا بقى يعيدها بنوم، احسن ما نقري منه الدبور، قصدي خطاب. وليش هيك عم تحكي؟ انت وصل له هذا الشيء وهو بيفهمها لحاله. شو يا خطاب؟ عم تهدي؟ انا ما عم هدي، بس مثل ما بدك تعربها عم نعربها معك. خاطرة يعني شو بدك يعني اعمل لك فيه لهذا الواطي؟ يا بي انت بعد عنه وانا بعرف شغلي معه. لازم نكسر راسه. خلص قلنا لك انت بعد عنه. شو ما تسمع امرك. مشان الله ابو ناجي، والله انا خايفة عليك وعلى ناجي من اهل الحارة، دير بالك. لك لا تخافي، هذا الدبور ببعبع بعبع. بس أنا خايفة منه. خلصنا بقى، روحي لعند ضيوفك.